كنتمنى تكونوا كستمتعوا بالاختيارات الغنائيه اللي كنقدموا لكم دائما من خلال برنامج لامولاتي على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. 11:32 دقيقه، وغادي قبل ما نمشيو لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه غادي نمشيو عند سعاد من طاطون تعرفوا على الاقتراحات اللي غادي تشارك بها اليوم مستمعه مشاركه معنا من 2 حتى الخميس باقتراحات مميزه جدا. تحياتنا لسعاد من طاطا. اهلا بك سعاد. اهلا اختي سناء، لاباس عليك؟ كي دايره؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله ربي يخليك. اختي سناء من هذا المنبر كنبغي نقول لماما عيد ميلاد سعيد. اييه. وكل عام وانت في رعايه الرحمن يا ربي. نقول لها راني كنبغيك بزاف بزاف. الله يخليها لكم، وعيد ميلاد سعيد الام ديالك بالصحه والهنا وطول العمر ان شاء الله. بارك الله فيك اختي. تفضلي تفضلي سعاد. عيد ميلاد سعيد الام ديالك ولكل المستمعات والمستمعين الاوفياء اللي كيحتفلوا اليوم بالعيد ميلاد ديالهم، كنتمنوا لهم طول العمر والصحه والهنا ان شاء الله ويحققوا كل ما كيتمنوا. نبداو على بركه الله سعاد. شكرا لك. إيه؟ ما كاين حتى مشكل. نبداو على بركه الله. ما غنعطي واحد الكيك ماجيك. واخا. حجزنا في 4 ديال البيضات و 150 غرام ديال الفانيبا ومعلقه ديال الماء، معلقه كبيره ديال الماء بارد. إيه؟ و 125 غرام ديال الزبده مذوبه و 115 غرام ديال الدقيق وقبيصه ديال الملح و سترو ديال الحليب وواحد الفاني وجوج معالق ديال العصير الحامض وجوج معالق ديال الكاكاو وراس معلقه ديال القرفه باش كنثبتوا هذاك لوغو ديال الكاكاو. الكاكاو المر. الكاكاو المر. نعاود المقادير. 4 ديال البيضات كيك ماجيك، 150 غرام ديال الفانيبا ومعلقة كبيرة ديال الماء بارد، 125 غرام ديال الزبدة مذوبة، 115 غرام ديال الدقيق، قبيصة ديال الملح ونسيترو ديال الحليب وواحد الفاني وجوج معالق كبار ديال العصير الحامض وجوج معالق كبار ديال الكاكاو المر وراس معلقة ديال القرفة. بالنسبه للطريقه كناخذوا صفار ديال البيض، 4 ديال الصفار ديال البيض تنطربوهم مع 150 غرام ديال الفانيبه ومعلقه ديال الماء البارد تنطلعوا الطراب الكهربائي حتى كيضاعف في الحجم ديالهم. عاد كنبداو حنا كنطربوا تنزيدوا في الزبده. ايه هذيك الزبده 125 غرام ديال الزبده تكون ذايبه وتكون دافيه شويه. اييه تنزيدو حنا تنطربو في الخليط ديالنا. من بعد كنزيدو هذيك جوج معالق ديال الكاكاو المر مع راس المعلقه ديال القرفه مع الدقيق وتنخلطو بالتراب ديالنا مزيان. عاد كنبقاو نزيدو بهذاك السترو ديال الحليب بعد ما دسيناه. اييه كنزيدو شويه بشويه حتى كنكملو السترو ديال الحليب اللي عندنا. عاد كندوزو لهذاك 4 البيض اللي 4 ديال البيض والبيض اللي بقى لنا تنطلعوه مع جوج معالق ديال العصير الحامض تنطلعوها حتى كيتباع في الحجم ديالها كنحصلوا على واحد الخليط ديال بحال الثلج. عاد نبقاو نضيفوا على الخليط الاول بالملعقه خشبيه حنا نحاولوا ما امكن نحافظوا على ديك الرغوه ديال البيض. اييه حيت نفس الشيء هاد الكيك ماجيك ما فيها لا خماره لا حتى شي حاجه، يعني غير هذاك البيض هو اللي كيطلع لنا الكيك. من بعد فاش كنخلطوا كل شيء المقادير راه كنديروها في المول حيت كيكون الحجم ديالها شويه يعني خالط كيكون كثير شويه كنديروها في شي مول يكون الحجم ديالو كبير شويه. عاد كنديروها ندخلوها الفران كتبقى بحال كيكه عاديه حتى كنحسوا بها طابت باش غنعرفوها طابت تنخشيو الموس في الكيكه. الا خرج لنا راه باقي فيه الخليط راه يعني رخصها باقي طاب ولا خرج لنا داك الموس ناشف يعني بركه عليها. من الاحسن هاد الكيك مثلا درناها بالليل يعني تبقى ليله كلها عاد ناكلوها. اييه ومثلا درناها في الصباح نخليوها حتى للعشيه عاد نقدموها. صافي هذه هي الكيك. اييه كيك ماجيك الله يعطيك الصحه. اييه تفضلي. اييه غادي نعطيك واحد السيجار بلا شابلوغ واللحم. عندنا تقريبا واحد ربع ديال الهبره ديال اللحم تنقطعوها طريفات صغار ثلاثه الحبات ديال خيزو واحد البصله مشلضه معلقه ديال العرف الحانوت شويه ديال السكنجبير وخرقوم بلدي. فناخذوا هذه الهبره ديال اللحم قلنا تنقطعوها طريفات صغار تنديروها في المقله مع ديك الراس معلقه ديال راس الحانوت والسكنجبير والخرقوم بلدي وشويه ديال الزيت تنقليوهم. عاد كنزيدوهم ثلاثه ديال الخيزو محكوك والبصله مشلضه
كنخلطو وكيطيب لنا البون الشحرم كيطيب لنا كطيب لنا شي شويه ديالنا. عاد كندوزو ناخذو الورقه ديال البسطيله وكنبداو نشكلو نعمرو فيها هاد الشوشوه ونشكلوهم بحال سيجار. من بعد كندوزوهم في البيض تقريبا واحد جوج بيضات ولا غير بيضه كنطربوها كندوزو فيها هاد لي سيجار وكنديروها كندوزوهم عاوتاني في لاشابلو عاد كنقليوهم في الزيت. مثلا السيده ما بغاتش تصيد القلي راه بلا ما دير يعني غير انفا غادي تعمر لي سيجار غدهنهم بالزبده او دهنهم بالبيض وطيبهم في الفران. ايه غادي نعطي واحد البريوات بالفواكه الجافه والفروماج هذاك المربع ديال الساندويتش المربع؟ اي هذاك الفروماج المربع لا غير هذاك العادي غير الفرماج البيض المربع العادي عندنا تقريبا كاس ديال اللوز محمر ومهرمش وكاس ديال القرقاح حتى هو يكون مهرمش وكاس ديال المشماش هذاك المجفف يكون حتى هو مقطع قطع صغيره التمر حتى هو كاس منه يكون حتى هو مقطع وكاس ديال الزبيب حتى هو يكون مقطع وثلاثه ديال المعالق ديال الماء ديال الزهر وجوج معالق ديال جوج معالق كبار ديال العسل وجوج معالق كبار ديال الفانيله معلقه كبيره ديال الزبده. كيتقطع الصوت اسواعد مابقاش كنسمعوك مزيان. دابا كتسمعيني مزيان؟ دابا مزيان. نعاود المقادير قلنا كاس ديال اللوز كاس ديال اللوز يكون محمر ومهرمش وكاس ديال القرقاح حتى هو مهرمش وكاس ديال المشماش هذاك المجفف يكون سواء مقطع صغير وكاس ديال التمر وكاس ديال الزبيب حتى هو يكون مقطع صغير وثلاثة المعالق ديال الماء الزهر وجوج معالق كبار ديال العسل جوج معالق ديال الفانيلا معلقه كبيره ديال الزبده معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه ديال الياغورت مسوس معلقه وتقريبا كناخذ واحد جوج صاشيات ديال الفاني و50 غرام ديال الجبن الاحمر ديال الفرماج الاحمر. ايه في المقله ديالنا فوق النار كنديروا نار مهيله كنديروا فيها الفواكه الجافه اللي عندنا اللوز مع القرقاع مع المشماش والتمر والزبيب كنزيدوهم هذوك جوج معالق اللي عندنا ثلاثه المعالق ديال الماء الزهر وجوج معالق ديال الفانيله جوج معالق ديال العسل ومعلقه صغيره ديال القرفه وتنبداو نديو بهم ونجيبو حتى بحال اللي كيتعسلوا عاد من بعد كنخليهم حتى كيبردوا وكتمص هذوك الفواكه كيشربوا هذاك الماء الزهر وتيشربوا هذاك القرفه حتى هي عاد كنزيدوا هذوك جوج معالق كبار ديال القش دطاريه اللي عندنا يعني هذه القش دطاريه هي الياغورت اللي عندنا كنزيدوا عليها وتنحركوا مزيان عاد كنديروا اربع طريفات ديال الجبن وتنحركوا مزيان حتى تيتخلص لنا المقادير وتناخذوا الورقه ديال البسطيله وتنعمر تنقسموها كل ورقه كنقسموها على جوج وتنعمروا البريوات ديالنا بهذا الخليط الا بغينا ندخلوهم الفران الا بغينا نقليوهم راه كيجيو زوينين فعلا كيجيو لذاذ بزاف وهادو هما اللي كيتقدموا في المطاعم وفي الرياضات يعني معروفين وتيجيو لذاذ الله يعطيك الصحه. غادي نعطي واحد العصير هو فاش كنوجدوه تيكون عصير تيجينا عصير من التحت وياغورت من الفوق دانون من الفوق واخا ياغورت من الفوق واخا عندنا مسطرو ديال الحليب وجوج ديال الفرماجات مربعين وكاس ديال العصير ديال الليمون كاس كبير وكاس صغير ديال العصير ديال الحامض والسكر حسب الذوق. كناخدو في الخلاط الكهربائي كنديرو مسطرو ديال الحليب مع جوج فرماجات مربعين والكاس ديال العصير الكبير ديال الليمون والكاس صغير ديال العصير ديال الحامض والسكر حسب الذوق وكنخلطو مزيان في الخلاط الكهربائي وتنخويهم في الكيسان وتنخليهم تقريبا فاش تنخويهم في الكيسان ديالنا تنخليهم واحد ربع ساعة تقريبا في الثلاجة بين ما هذاك الياغورت يطلع لنا الفوق والعصير كيبقى عندنا تحت وتنزينهم على حسب بغينا مثلا نزينو بمكسرات أو القطع ديال حيت هذيك الطبقة ديال الياغورت كتجي شادة كتجي عاقبة شوية من الفوق كتجي قابطة راسها أييه غادي كيبقى احتياري أييه غادي نعطي واحد الكيكة سهلة بزاف فيها ثلاثة المعالق ديال الخل وثلاثة المعالق ديال الزيت وثلاثة ديال البيضات وثلاثة المعالق ديال الحليب فائل وثلاثة ديال الخمارات وثلاثة ديال البودرة ديال الكاكاو غبرة
وستة ديال المعالق ديال السكر، وعشرة ديال المعالق ديال الدقيق، واحد الفاني. غنعاود المقادير، فيها ثلاثة ديال المعالق ديال الخل، ثلاثة ديال المعالق كبار دائما سنعبرو بالمعلقة الكبيرة، وثلاثة ديال المعالق ديال الزيت، ثلاثة ديال البيضات، وثلاثة ديال المعالق ديال الحليب سائل، ثلاثة ديال الخمارات، وثلاثة ديال الغبرة ديال الكاكاو المر، وستة ديال المعالق ديال السنيدة، وعشرة ديال المعالق ديال الدقيق، وواحد الفاني. كناخدو الخل مع الزيت مع البيض مع الحليب السائل اللي عندنا، تنخلطو مزيان في تقريبا نضربو واحد ثلاثة ديال الدقايق، عاد كنضيفو الدقيق مع الكاكاو مع الفاني. وتنخلطو الكيكة ديالنا، تنخلوها في المول ديال 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 هذا ديال الكيك، وتندخلوها وتنزين تيبقى اختياري. من هنا مثلا نزينو هاد الكلاصاج ديال أو الكلاصاج ديال الشكلاط أو أي حاجة بغينا حنا نزينها. هاد الكيكة راه كتجي زوينة وكتجي فازقة من الداخل. واخا الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك سعاد، مشكورة جدا، نلتقي بك غدا إن شاء الله والمزيد من الشيوات المميزة. تبارك الله عليك.
هادو بالنسبه للوصفات الطبيعيه التجميليه، نمشيو للشيوات.